اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا انجيل واحد. رغم ان الانجيل هو النص الموحى به في المسيحيه ورغم انه موحى به بالروح القدس هو معصوم من اي خطا لكن يظل الانجيل كعمل ادبي هو قصه او روايه صغيره وفي هذا الاطار تدور حلقتنا اليوم حول التحليل الادبي للانجيل. كيف نحلل الانجيل ادبيا؟ كيف نتعامل معه وكأنه قصه؟ فأي قصة أو أي رواية بنقراها أو حتى أي فيلم بيكون فيه منقذ بتكون في ضحية بيكون فيه شخص شرير كيف نستطيع أن نحلل الإنجيل كقصة من خلال هذه الأبطال في أبطال جوة الإنجيل بطرس يهوذا بيلاطس المعمدان وغيرهم ابقوا معنا في هذه الحلقة حول التحليل الأدبي لقصة الإنجيل مرحب بضيوفي في بدايه الحلقه اسيس وائل عوض اهلا بيك اهلا بيك اسيس, أسيس رفعت فكري أهلا بيك. اهلا بيك اهلا بيك اسيس يوسف سمير اهلا بيك اهلا بيك اسيس, أسيس سامح ابراهيم اهلا بيك آه، اسيس وائل آه، لما نيجي نتعامل مع الانجيل كقصه آه، كادب كيف نرى آه، شخصيه زي شخصيه بطرس آه، مساحتها قد ايه في انجيل يوحنا كيف تظهر هذه الشخصية من جهة التحليل الآدبي؟ أه إذا تعاملنا مع الإنجيل أه على أنه قصة أه فبالطبع بطرس كواحد من الشخصيات اللي موجودة في القصة دي أه بنشوفه أه ليه دور أه بارز جداً في أه إعلان الشهادة مم. في إنجيل يوحنا صح 6 وعدد 68 هو بيعلن شهادة واضحة أنه أنت المسيح ابن الله الحي. في اعلان فريد من نوعه وبالتالي الرب يسوع طوب هذا الاعلان بطرس عنه قال له طوبى لك يا عن يونا لانه دما ولحما لم يعلن لك. ده في يوحنا؟ ده موجود في يوحنا سته. فكره الشهاده انه آه انه انه المسيح هو الله او هو ابن الله آه بنشوف بطرس في مشهد اخر مش هو بيعلن ايمانه لكن آه في مشهد في نوع من التسرع كمان لما آه في اصح 13 عدد 6 ل 9 بيتكلم المسيح على العشاء الاخير وبيغسل ارجل التلاميذ وبدأ يغسل رجلين بطرس وبطرس بتسرع شديد يقول له لا يعني تغسلش رجلي فقال له لست أنت فاهم الآن ما أنا, صانع. ما أنا صانع فقال له آه قال له طب اغسلني كلي فقال له مم. لا الحاجة إنه الشخص اللي اغتسل مش محتاج غير إنه مندافع يعني مندافع جدا في ردود أفعاله ومواقفه آه مع المسيح آه في إنجيل يوحنا بنشوف برضه آه تنبؤ المسيح عن إنكار بطرس لي آه لأنه كشخصية مندفعة المسيح عارف أنه ده هيحصل فأنبأ عنه بنشوف بطرس برضه في اندفاعه في حادثة قطع آه أذن عبد رئيس الكهنة ده فأصحح. يعني آه انفراد ليوحنا ولا ده, ده آه آه في أصحاح 18 عدد 10 انا مش متذكر مذكوره في بقيه الاناجيل ولا لا مذكوره موجوده مم. آه لكن فكره هنا فكره انه يعني هو مبادر ب ب بتهور يعني آه شخصيه مندفعه او متهور بتهور اه اه, آه, آه. آه, آه. يعني آه تقريبا ال 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 آه يعتبر افضل موقف ايجابي كان عمله بطرس هو شهادته عن عن مسيح ابن الله. يعني اقدر اقول كتحليل ادبي لنص يوحنا الانجيلي انه غالبا هو شخصيه مندفعه بطرس كما تظهر عند يوحنا رفعت كيف يرسم لوقا ملامح شخصيه بطرس الرسول في انجيله؟ هو الحقيقه واضح ان بطرس شخصيه طاغيه طاغيه اقصد بطاغيه يعني مش مش آه. الاستبداد ولا الدكتاتوريه آه لكن آه. انا اقصد ان هو شخصيه لها حضور لها حضور قوي اه م. لها حضور قوي بايجابياته وسلبياته يعني آه. يعني ما تقدرش انك تتجاهله آه عشان كده لوقا آه افرد لبطرس آه يعني مساحات في الانجيل مش قليله يعني مساحته كبيره في انجيل لوقا آه مش كبيره قوي م. بس ذكر مواقف آه تعتبر يعني ايه ما تقدرش تقول لا قليله ولا كتير أوه. بس تتحدث عن بطرس باستفاضه طبعا بطرس ضمن تلاميذ المسيح ورد ذكره مم. ضمن التلاميذ آه لوقا بيظهر لنا بطرس اللي يعني ما بيعرفش يخبي حاجه يعني المراه نزفت الدم أوه. لما راحت آه لمست المسيح ولمست هدب ثوبه والمسيح يقول من لمسني آه يجي بطرس آه يعني دون بقيه التلاميذ يقولوا الناس عماله تسحب فيك وتخبط فيك شمال ويمين وانت م. بتقول مين لمسني فكان يعني اللي في قلبه على لسانه ما بيتكسفش يعني آه. يعني اللي جواه يقوله م. ويبدو انه هو لانه شخصيه عاطفيه حمراوي المزاج آه غالبا الشخصيه دي مش بتفكر آه قبل ما تتكلم آه. آه تتحدث بتلقائيه فبطرس كان بالطريقه دي يعني ايه ما كانش بيفكر المسيح يقول من لمسني ده دب دب انت يعني الناس بتسحبك ازاي تقول آه من لمسني كان واحد من الشخصيات المقربه من المسيح مم. المسيح كان ليه دايره التلاميذ ال لكن كان بطرس ويعقوب ويوحنا كان واحد من ضمن الدائره المقربه ولوقا شرح هذا باستفاضه ان بطرس كان من ضمن الثلاثه المقربين للمسيح بطرس هذه الشخصيه الحمراويه العاطفيه الهوائيه مم. لوقا ابرز انه انكر المسيح مم. و... وكمان لكن هل في انكار ولوقا يتعاطف معاه لان الموقف كان صعب ولا يظهر انكاره على انه عمل شنيع او عار انا حاسس ان لوقا بيبرز انكار بطرس علشان بعد كده يظهر لنا انه ندم آه. وبكى و... والمسيح قبله آه احنا من البدايه اتفقنا ان لوقا بيتعاطف مع الضعفاء الخطاه المهمشين آه فهو غالبا لوقا حب يظهر لنا الضعف الانساني في <applause> بطرس حتى وان كان شخص مقرب من المسيح مم. شخص عاطفي شخص تلقائي انكر المسيح لكن على الرغم من انه انكر لكن بسرعه آه هو ندم خرج لخارج بكى بكاء مرا مم. والمسيح المخلص الذي اتى من اجل الانسانيه الذي اتى من اجل الخطاه قبل بطرس وقبل توبه بطرس يعني, يعني أنا بش... في المجمل عايزين نقول إنه لوقا يقدم بطرس القوي الحضور في الإنجيل القوي الحضور بالإيجابيات والسلبيات وفي ذات الوقت الإنسان الضعيف آه. الذي يخطئ ويرجع ويتوب عن خطئه. أستاذ ميرسوري سوري آه. بس عشان أنا عايز صح معلومة آه. في شهادة بطرس عن المسيح آه. في صح 6 على 69 بيقول كده ونحن قد أمنا وعرفنا. أنك مم. أنت المسيح ابن الله الحي أيوه. لكن تطويب المسيح للشهادة دي مات. ما كانش موجود في يوحنا أوكي آه أسيس يوسف كيف تظهر ملامح شخصية بطرس عند مرقس في البشارة؟ طبعا هو بطرس في إنجيل مرقس له وضع خاص آه لنا لأني... معلش العبارة المهمة في التاريخ الأبائي حول بطرس ومرقس أنه مرقس كان ترجوم بطرس تمام بالتالي ترجم يعني ايه يا يوسف يعني هو اخذ من 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 فم بطرس شهادته الشفهيه عن علاقته آه مع المسيح وذكريات سنوات الخدمه وترجم كل ده في شكل كتاب بس كلمه ترجم كلمة جديده آه يعني آه آه فطبعا يعني وضع بطرس في انجيل مرقس له وضع خاص لانه في بعض الاحيان كان بطرس بيتكلم عن نفسه فكيف عبر بطرس عن نفسه <applause> علشان عارف ان ده يعني ممكن يتكتب او ممكن يسلم يعني هو هو, او هو اللي بيحكي لمورس اللي, اللي هيكتب بالظبط يمكن ما كانش عارف انه هيتكتب لكن ازاي عبر عن نفسه ازاي رد فعل ازاي عرف يوزن الامور عرف يعني يعود الى الماضي ويتامل ويحلل الماضي م. فمثلا <applause> بطرس كان يظهر امتنان عميق لتغيير دفة الحياة اللي عملها المسيح فيه فما يحكي قصة آه تجديده أو قصة دعوة المسيح آه يقول وفي ما هو يمشي عند بحر الجليل المسيح أبصر سمعان وأندراوس أخاه يلقيان الشبكة في البحر فإنهما كان صيادين وكانوا بيقول فإنهما كان عبارة عن مجرد صيادين ايه. فقال لهما يسوع هلما ورائي فأجعلكما تصيران صيادية الناس. يعني يظهر هنا الصوره القليله او المتواضعه آه. بطرس. آه. وعظم التغيير ازاي آه. ان المسيح يعني غير إيه يعني مسار حياته كلها بعد آه. ما كان مجرد صياد لسمك آه. اصبح صياد للناس الحاجه الثانيه فكره انتماء بطرس للمجموعه المقربه من المسيح ازاي ان هو يعني راى وشاهد المسيح في في آآ آآ ادق اوقاته آه. وهو يقيم ابن يايوس وهو يتجلى على الجبل دي كانت حاجة, حاجه عظيمه جدا وهو يصارع ويشوف مم. ضعف المسيح وهو يصارع ويصال. في البستان وهو يصلي في بستان جثيماني الحاجه الثالثه ان بطرس اعترف بضعفاته على صفحات الانجيل مفيش آه. ولا حاجه حاجات كتير بطرس ما اتكسفش ان هو بيقولها. اقدر اقول انه بطرس يظهر كالضعيف على صفحات انجيل ماركوس. طبعا مم. من من حاجتين سواء ان هو بيعترف بضعفاته فمثلا قال آه فقال القول المسيح وهو بيتكلم عن أنه يتالم كثيرا وقال القول علانيه فاخذه بطرس اليه وابتدأ ينتهره فالتفت وابصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلا مم. اذهب عني يا شيطان آه ده بطرس بيقول على نفسه المسيح قال عني يا شيطان وبعدين ثم جاء ووجدهم نياما في البستان فقال لبطرس يا سمعان <applause> أنت نائم بصورة شخصية أما قدرت أن تسهر ساعة واحد بصوا <applause> التوبيخ وبطرس ما اتكسفش إنه يقوله بينما كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى الجواري رئيس الكهنة أمام الجارية ينكر مرة ومرتين أنه يعرف المسيح ده من جانب إظهار الضعف الهنات ال والخطايا ال 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 لكن من حاجة ثانية إنه في نفس الوقت أخفى بعض الأمور التي ربما شعر انها يعني يعني انه يعظم نفسه فيها أي. فمثلا في الحديث عن معجزه المشي على الماء او معجزه تهدئه العاصفه في متى او المسيح جاء مشيا على الماء آه. وبعدين بطرس قال له ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك فمشي بطرس على الماء ما فيش في ما فيش في مرقس كده. لا يظهر بطرس في مرقس على انه لا يمشي على الماء. كانه التلميذ اللي هو الخارق مم. مم. ومره تانية بس انا, أنا اشعر مم. ان شخصيه بطرس عكس كده خالص يعني مم. يعني يعني بالعكس انا بحس أنه هو يعني يحب يظهر يحب يكون متكلم شخصيه بطرس قبل قبل يعني التجديد قبل التجديد, يعني. التجديد لكن آه. يعني هو ده بيقول بي كما يحكي عنها بقيه في منتهى في, منته في آه نهايه نهايات حياته اسيس يعني ده بقول لك رجع وبيتكلم على عصاره فكره وتجربته. بعدين الحاجة الثانية والأخيرة أنه لما مرقس يسرد حكاية اعتراف بطرس في كل الأناجيل يسوع مم. يثني على اعتراف طوبى لك يا سمعان في المرة الوحيدة يعني المسيح يسمع ما يقوله بطرس مم. فينتهرهم هل آه. لا يقول لأحد لا يأتي المدح لا يأتي المدح إذن سورة بطرس عند مرقس هي سورة الخادم الضعيف هو الخادم الضعيف والتغيير آ... الكبير الذي حدث لهذا الخادم اه يعني او الانسان الناضج مم. اللي بينظر الى حياته ويحلل حياته لكن ما فيش احتمال يا اسيس يوسف انه يكون ماركوس عرف كل المواقف دي عن بطرس من مصدر تاني غير بطرس صدقني نساله يا اسيس مم. لا <applause> يعني مفيش. هو يجوز طبعا لكن احنا بنقرا وكان ما فيش بين ايدينا غير مرقس آه. فلما يظهر في لوقا بطرس المندفع العاطفي ولا يظهر في ماركوس بهذه الطريقه، واضح ان في سبب لكده. اه وعباره الكنيسه الشهيره ان ماركوس هو ترجمان بطرس تفيد في هذا الامر. اسيس سامح صوره بطرس ملامح الكاركتر ده عند متى البشير في قصه الانجيل. ممكن ابدا ب يعني معلومه عامه؟ اتفضل. انه بطرس هو اهم شخصيه في اهم شخصيه في كل العهد الجديد. اه يعني هو ورد اسمه 210 مره مم. مقابل بولس 162 مره مم. يعني بطرس هو اكثر تكرارا كاسم في كل أسفار العهد الجديد بمعنى يعني قوي الحضور قوي الحضور جدا في في الكتاب في العهد الجديد مم.